اهلا بكم في فيديو جديد ولسته جديده هنتكلم فيها عن احسن 10 ماستر بيسز او حاجات يعني اسطوريه. انا مش عارف ماستر بيسز او الماستر بيس دي معناها ايه بالعربي بالظبط، بس الماستر بيس يعني ممكن اوصفها ان هي حاجه لا تضاهى، يعني برفانات فعلا معموله باحترافيه شديده قوي تستحق ان هي تكون في الليسته دي. فهنتكلم عن الكلام ده كله في الدقائق الجايه، بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم افضل او انصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برضو الخنفاري بقى على الانستجرام، والخنفاري بقى ليه ويب سايت، هسيب لك كل حاجه في اللينكات تحت، انزل والعب وعيش حياتك ودعبس براحتك وشوف اللي يناسبك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي الفيديو ده بالبرفان رقم 10 او الماستر بيس رقم 10 او التحفه رقم الماستر بيس هي التحفه بالظبط كده. التحفه رقم 10 هو جيرلان لوم ايديال تركيز الاي دي بي. البرفان ده من البرفانات الجميله جدا اللي حسسك ان انت كائن بوهيمي في نفسك. عارف انت الفيلم بتاع عادل امام واحمد راتب لما يقول له انا كائن بوهيمي افعل ما يحلو لي، هو البرفان ده يعني ايه كائن بوهيمي في نفسه كده. فده من الحاجات اللي لما تشمها على الورق كل حاجه ما تنفعش، يعني ما تلخبط، حاطين لك كريز مع فانيليا مع جلد، على الورق الكلام ده كله ما يمشيش مع بعضه، بس لما تشم البرفان ده وتجربه تعرف ان كل حاجه ماشيه في تناغم جميل. ازاي عملوها ما اعرفش، بس المهم ان النتيجه النهائيه البرفان ده تحفه فنيه، مناسب جدا للناس يعني ايه الفنانين الكائنات البوهيميه، ان انت يعني ايه راجل ليك تيست خاص كده او ليك مذاق خاص في الستايل بتاعك، بتلبس هدوم غير مألوفه، يعني ليك ستايل اكسنتريك شويه او مميز شويه عن الناس، ما بتحبش ان انت تبقى ماشي بحاجه امنه. البرفان ده مش امن، البرفان ده ايه مجنون وليه ارتستيك سايد او ليه جانب فني شويه. فلو انت من محب النوع ده من البرفانات هيعجبك جدا، هيدي لك اداء كويس، ثبات كويس، هيجيب لك اطراءات كتير من السيدات كمان. فالبرفان بشكل عام برفان جميل ويستحق الانتباه ويستحق الاقتناء. نروح للبرفان رقم 9 معانا في الليسته دي، معانا التحفه سبايس بوم اكستريم. من البرفانات الجميله اللي حتى من ديزاين الازازه تحس ان هو برفان غريب، تحس ان هو معمول على شكل قنبله يدويه كده هيفرقع في وشك، وهو يعني الاسم بيدل على المحتوى، هو قنبله توابل، والاكستريم دي يعني حاطين لك عليه توباكو فانيلا كمان، بس هنا بغرابه التوباكو فانيلا مخليها سموز شويه او مخليها ناعم شويه، يعني السبايس بوم الاوريجينال كان غشيم شويتين، انما هنا الاكستريم هو اسمه اكستريم بس هو مش اكستريم قوي، يعني هو ايه اهدى شوية. بس الاداء بتاعه كويس جدا جدا جدا. البرفان اداؤه بيقعد فوق العشر ساعات مستريح، احيانا بيلمس فوق ال 12 ساعه. الفوحان بتاعه كويس جدا لمده 3 4 ساعات ولا حاجه. فالبرفان من ناحيه الاداء بصراحه هو حاجه وحش في الاداء، والريحه بتاعته جميله جدا، صارخه شويه في اول نص ساعه ولا حاجه، محتاج ان انت ايه يعني لو نازل مشوار رش البرفان ده وسيبه يهدى مع نفسه، وبعد كده انزل بقى ايه شوف انت رايح فين. بس لو رشيته ونزلت على طول هتحس ان هو ايه ابتدى يعني بتحس ان هو داخل خناقه شويه. فبرفان قوي وبرفان شديد ولكن تحفه فنيه فعلا لفصل الشتاء. نروح للبرفان رقم 8 معانا في الليسته دي، معانا بارفوم دي مارلي كارلايل. من افضل واحلى البرفانات من بارفوم دي مارلي من وجهه نظر الشخصيه. في ناس بتحب ليتن، في ناس بتقول ان ليتن هو احسن حاجه بارفوم دي مارلي مقدمها في الوقت الحالي، ولكن بالنسبه بالي بارفوم دي مارلي كارلايل هو من افضل الحاجات اللي الشركه دي قدمتها او في الوقت الحالي على الاقل. ليتن ليه كل الاحترام والتقدير، لكن كارلايل ليه سحر خاص، يعني ليه حاجه خاصه كده فيه ما تفهمش هو بيجذبك ازاي، ما تفهمش البرفان ده بيعمل ايه، بيجيب لك اطراءات كتير جدا، الاداء بتاعه خرافي، اداء انت بتتكلم فوق 12 و14 ساعه، يمكن حتى بعد ايام لما بترش على البلوفر ولا حاجه بتحس ان البرفان يعني لسه لازق فيك. فبرفان جميل جدا، برفان مناسب جدا للاطراءات، برفان مناسب جدا يعني للاستخدامات الحميميه برده ممكن تحط البرفان ده. برفان ليه سايت خاص كده مع نفسه، او ليه اسلوب خاص مع نفسه ان هو بيجذب الناس اللي حواليك، فده جربه فعلا ماستر بيس او تحفه من بارفوم دي مارلي. نروح للبرفان رقم 7 معانا في الليسته دي، معانا اكوا دي جي، وهنا بتكلم عن الاوريجينال مع اني ما بنصحكش ان انت تجيب الاوريجينال، بس الاوريجينال ده مفيش حد يقدر ينكر ان البارفوم ان الاكوا دي جي والاوريجينال ده من البارفانات يعني اللي سابت علامه في تاريخ البارفانات بشكل عام او الاندستري او الصناعه دي بشكل عام. البرفان ده نزل في 96 تقريبا او 97 مش متذكر، بس من وقتها وهو عامل ضجه رهيبه لغايه النهارده، لسه ليه جماهير ولسه الناس بتجيبه، محقق اعلى مبيعات في السوق يمكن على مستوى العالم. البرفان ده يعني بالرغم من حلاوته ولكن فيه عيب قاتل، وهو عيب الاداء،
ريحته جميله جدا، ولكن مفيش اداء لدرجه ان انت بتحس ان انت بترش ميه، بترشه من هنا بيختفي على طول. فنصيحتي ليك ان انت تخليك في البروفومو او البروفوندو ايا كان، بس هات اي فلانكر تاني غير الاكوا دي جيو، لان الاكوا دي جيو بالرغم من حلاوته لكن الاداء غير مقبول على الاطلاق. يعني انا واحد ممكن اتقبل اداء البارفانات لو هو تحت المتوسط بشويه، ولكن البارفان ده اداؤه رايح في داهيه خالص لدرجه ان انا شخصيا ما يعني مش هقدر اقول ان هو اكسبتبل او ان هو مقبول. فده رايي فيه، ولكن هو تحفه فنيه بكل المقاييس على الاقل من ناحيه الريحه. نروح للبارفان رقم 6 معانا في الليسته دي، معانا المجنون فيرزاتشي ايروس. بارفان مجنون بكل المقاييس، بارفان خارج الصندوق. ده مش خارج الصندوق، ده خارج الاوضه وخارج البيت وخارج المدينه كلها. البارفان ده يعني بص، القائمين عليه انا ارفع لهم القبعه، ده انا اقلع لهم القبعه بالكامل. فالبارفان ده تحس ان هو يعني حاطين لك فيه ليمون ونعناع وتفاح، والبارفان مسكر، ويدي لك احساس الباد بوي، ويدي لك احساس يعني انت ما تفهمش البارفان ده بيعمل ايه. ليه كده تركيبه خاصه مع نفسه، ان انت لما بتشمه بتقول البارفان ده ازاي انا كنت تايه عنه. فجرب فيرزاتشي ايروس، في منه تركيز الاي دي تي وفي الاي دي بي وفي مؤخرا البارفوم. ايا كان اللي هتجيبه، الريحه الى حد كبير متشابهه، الاداء بيختلف شويه. ويا سلام بقى لو تعرف تجيب التركيز الاودو تواليت الباتشات القديمه اللي قبل 2017، هتبقى كده جبت جون، وهتبقى جبت لنفسك بارفان جميل. ولكن بشكل عام البارفان مش غالي قوي، البارفان ريحته كويسه، جميل جدا، اداؤه كويس، هيجيب لك اطراءات فوق ما تتخيل. نروح للبارفان رقم 5 معانا في الليسته دي، معانا ناسوماتو بلاك افغانو. الدماغ المكلفه اللي عامله البارفان دي بصراحه يعني ليها اللي محتاجه يتسقف لها، لان البارفان ده ريحته حشيش، يعني ريحته حشيش افغاني، والله مبهرج، يعني ريحته حشيش. عملت عنه فيديو قبل كده، ممكن تتفرج عليه، دور عليه في الشانل عندي هتلاقيه. البارفان ده بريحه الحشيش اللي فيه ممكن يسبب لك بعض المشاكل، وانا ما بهرجش والله، يعني ممكن لو معدي من جنب لجنه ولا حاجه ممكن في ناس تشتبه فيك. بس الدماغ المكلفه اللي عامله البارفان ده يعني مخليها فعلا تحفه. البارفان تحفه، تحفه غاليه شويتين، لان البارفان ده سعره حوالي 180 دولار لل 30 ملي، فلك اعمل انت الحسابات وشوف ال 100 ملي منه هيبقى بكام. بارفان غالي جدا، ولكن يعني لو عندك القدره الماديه وانت جريء بما فيه الكفايه انصحك انك تجربه، احتمال كبير جدا ان انت تعجب بيه، يعني هتحترم قوي الدماغ اللي عاملاه. نروح للبرفان رقم 4 معانا في الليسته دي، معانا توم فورد اومبري ليزر. توم فورد اومبري ليزر من البرفانات الجميله جدا من توم فورد، من افضل البرفانات الجلديه بالنسبه لي انا بالذات، لان البرفان ده بيدي لك احساس الباد بوي. يعني بيدي لك لو انت لابس لو لابس الجاكيت جلد مثلا، وعندك اي مشوار ولا حاجه، وعايز تحس ببوست اوف كونفيدنس كده، او تدي لنفسك احساس بالثقه في النفس، يبقى حط البرفان ده وشوف هيعمل معاك ايه. ليه سحر خاص كده، او ليه اسلوب معين ان هو بيلفت الانتباه اللي حواليك، وبيدي لك احساس الفايب بتاعه ان انت يعني باد بوي. مش عارف اوصفها ازاي، بس هو البارفان ده مناسب جدا للشخصيه دي، مناسب جدا لو انت بتلبس جواكت جلد ويعني ليك ستايل حد شويه. نروح للبرفان رقم 3 معانا في الليسته دي، معانا ديور او سافاج. البرفان ده من سنه 1966، تحفه فنيه بكل المقاييس لغايه يومنا هذا. يعني البرفان ده من افضل الحاجات اللي كريستين ديور قدمتها، مش من ناحيه السيلز او المبيعات، السيلز اعتقد عندهم الديور سافاج هو اعلى حاجه، ولكن او سافاج من ناحيه البرفان ان هو احترافيه التصنيع، البرفان ده بصراحة يعني حاجة لازم تتوقف عندها، لازم تعيرها اهتمامك وتديها احترامك، لان ده برفان ساب علامة. ده فعلا يعني ايه living legend، او يعني ده اسطورة حية معانا لغاية دلوقتي. لسه البرفان ده ليه وضعه، لسه البرفان ده ليه ناسه، لسه الناس بتحبه. من البرفانات اللي انت فعلا فايتك كتير لو ما جربتهاش. نروح للبرفان رقم 2 معانا، دولسي اند جابانا ذا 1 اي دي بي. طبعا اللي متابعني من فتره هيبتدوا يشتموا، هسمع الشتائم دلوقتي في الكومنتات، وهيبتدوا يعني الغضب هيسود. بس البرفان ده انا من كتر ما بتكلم عنه ومن كتر ما بشكر فيه الناس ابتدت تزهق منه. الحاجه الوحيده اللي هقولها لك، لو ما جربتش البرفان ده انت فايتك كتير، فنصيحتي ليك انزل كده جربه، وساعتها اكتب لي تحت في الكومنتات بعد ما تجربه ايه رايك فيه. بس كده، مش هنطول في الموضوع ده. نروح للبرفان رقم 1 معانا، والتحفه رقم 1 معانا، بلو دو شانيل. وقبل ما الناس تبتدي تشتكي وازاي ان انا احط بلو دو شانيل رقم 1، بس البرفان ده يعني ما عملش المبيعات دي كلها من لا شيء. البرفان ده مش مشهور الشهره دي كلها من لا شيء. البرفان ده فعلا تحفه من شانيل، وشانيل ماركه ما بتهزرش في البرفانات. مش مشكلتهم ان البرفان ده فرقع منهم ويعني عمل الاكتساح بتاع المبيعات دي، بس بشكل عام البرفان ده بيأدي كل الوظائف اللي انت محتاجها من برفان.
اطراءات هتلاقي، اداء كويس هتلاقي، فواحان هتلاقي، ثبات هتلاقي، قيمه مقابل سعر هتلاقيها، مع انه غالي شويه بس هتلاقي ان القيمه مقابل سعر كويسه. فالبرفان ده فيه كل حاجه انت متخيلها، فدي عوامل مؤثره ان هو يبقى ماستر بيس، وبالفعل الناس بتحبه والناس بتشتريه، وده بيترجم في عدد المبيعات الكبير جدا للبرفان ده. فدي كانت الليسته بتاعت النهارده، ودي كانت البرفانات بتاعت النهارده. يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم فيها، وهل شايفين في برفانات تانية المفروض ان انا اذكرها ونتناقش اكتر في الموضوع ده.